بسم الله، هنشوف مع بعض موضوع الجريد. الجريد في برنامج الارشكاد جميل جدا، فيه شويه مزايا حلوه من ديزاين. اقول له جريد سيستم، بيقول لي هنا انت عايز الشكل دوت ولا عايز الشكل اللي هو واخد شكل قوس. بقول له ماشي، خلينا في شكل عادي، ممكن اقول له شكل قوس مفيش اي مشكله خالص. بيقول لي ايه رايك اي تقاطع بين خطين جريد احط لك كولوم زي الفل؟ ماشي مفيش مشكله. طب انا عايز اختار نوع الكولوم، بدخل سيتنج واختار نوع الكولوم اللي انا عايزه، بلاقي انواع كتيره، ببدا اختار النوع اللي انا عايزه من هنا. وهنشوف مع بعض موضوع الكولوم ده لما نيجي عند الكولوم. هاجي هنا بيقول لي طب ايه رايك احط لك بيم برضو، يعني اي تقاطعين هحط لك اوصل لك بينهم ببيم. ماشي، وابدا اختار البيم اللي انا عايزها من هنا. خلاص ماشي مفيش مشكله، جميل قوي. طب ايه رايك احط لك دايمنشن كمان زي الفل، اي حته بين كل خطين هحط لك دايمنشن وتوتال دايمنشن كمان. تمام، يعني صراحه الراجل عمل اللي عليه وزياده. طيب هتسميهم طريقه التسميه هتبقى عامله ازاي؟ تمام، اي بي سي اللي هو هتسمي اللي هما بالشكل دوت، الافقي والرأسي هتسميه 1 2 3، ولا انت عايز تغير نظام التسميه زي ما انت عايز؟ طيب المسافة بينهم، ولا عايز تزود ولا عايز تنقص؟ يعني ممكن انقص الاي واجي هنا اروح مزود واقول له المسافة بينهم مثلا، خلي المسافة دي كذا، خلينا نزود هنا برضو. تمام، ممكن تغير اسامي زي ما انت عايز. اقول له اوكي وابدا انزل الجريد مطرح ما انا عايز، ولكن مثلا في النقطة ديت واقول له مثلا الاكس بتاعي هو ده الاكس. طيب تعال نشوف الشكل ده في 3D، هتلاقي بسم الله ما شاء الله الجريد عمل لك كل حاجة، عمل لك جريد، عمل لك الكولوم، وصل لك بينهم كمان بالبيم، مش محتاج اي حاجة خالص. تمام، السلام عليكم.